السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناه حلويات اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ديال كرواسون سهل جدا وسريع في التحضير. الطريقه ديالو مبسطه للغايه والمكونات ممكن تلقاوهم في اي بيت. غادي نعمرهم شوكولا، كيجيو خفاف وايضا مورقين كيف ما كتشاهدوا في الصور. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. اذا على بركه الله، بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا للدقيق الابيض، من الاحسن يكون من نوعيه جيده او خاص بالحلويات. غادي نشوفوا من بعد شحال غادي تهز لنا العجينه. كذلك غادي نحتاج هنا نص كاس ديال سكر سنيد او سكر الخشن، نص كاس ديال الزيت النباتيه، ممكن تستعملوا الزبده في عوض الزيت اذا بغيتوا. غادي نحتاج 250 مليلتر ديال الحليب اللي يكون دافئ، اذا كان الجو سخون فكتستعملوا حليب حراره ديال المطبخ. طبيعة الحال غادي نحتاجو للملحة أيضا، واحد ربع ملعقة صغيرة، جوج ديال الملاعق كبار ديال الخميرة ديال الخبز الفورية، ممكن تعوضوها أيضا بالطرية. غادي نحتاج حبة واحدة ديال البيض، جوج ديال الساشي ديال السكر منسم بالفانيلا، وملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات أو البيكنج باودر. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو بالنسبة للعجين. فكناخذوا الحليب ديالنا كيف ما قلت يكون دافي، اذا كان الجو سخون او كان الصيف فكتستعملوا حليب ديالكم في حراره ديال المطبخ. فكنضيف عليه جميع المكونات ما عدا الدقيق طبعا. وكنحرك هذه المكونات مع بعضياتهم حتى يندمجوا هكا بشي فرشيطه ولا بخلاط يدوي اللي بغيت نستعمل. هنا مباشرة كنبدا في الإضافة ديال الدقيق الأبيض. فأنا بديت بخمسمية غرام اللي هي خمسة ديال الكيسان ديال الشاي أو ديال العنبة، وجاني الخليط مازال جاري شوية، وغادي نزيد مية غرام أخرى. يعني في المجموع استعملت أنا 600 غرام. دائما تبقاو تشوفوا الإمتصاص ديال الدقيق ديالكم فما تسرعوش. كيف ما قلت أنا 600 غرام اللي هزت لي العجينة بالضبط. خصها تكون عجينة اللي متماسكة ما كتلصقش في اليدين، ولكن ماشي قاسحة نهائيا، فخصها تكون يعني عجينه رطبه كتشبه العجينه ديال المسمن كيف ما كتشوفوا، ما كتلصقش ولكن في نفس الوقت راها طريه. هنا غادي نحاولوا اننا ندلكوها هذه المده ديال 5 ديال الدقائق فقط، ما نحتاجش انني ندلكها مده طويله. هنا العجينه ديالي صافي، هي دلكتها ولات ملسه. غادي نرجعها في الاناء وغادي نغطي عليها ونخليها ترتاح واحد المده ديال نص ساعه هكا تقريبا، اذا كان الجو بارد، واذا كان سخون راه 15 دقيقه كافيه. غادي نحتاج بالنسبه للتوريق هنا الزبده ديال المارغرين خلطه مع زبده حيوانيه. انا درت نص هكا ونص هكا باش نحصل على التوريق ديال الزبده ديال المارغرين، وايضا المذاق الزوين ديال الزبده الحيوانيه. ممكن ديروا غير وحده فيهم حسب المتوفر عندكم. فعندي 250 غرام. ملي كترتاح ليا العجينه كنرش سطح العمل ديالي مزيان بالدقيق، وكنحاول انني نطلقو على مستطيل اللي يكون كبير بهذا الشكل اللي كتلاحظوا بالمساعده ديال الدلك. كنجيب من بعد الزبده ديالي وكنوزع النص ديال الكميه في النص ديال هذا المستطيل هذا كيف كتشوفوا. نحاول انني نوزعها شويه بشويه، هي مع البروده غادي تجمد لكم وغادي تقساح. انا سمحوا لي على الاضاءه شاده معايا الضد، مره كتخرج الشمس مره كتمشي. فكنحاول نص الكميه ديال الزبده يعني 125 غرام كنوزعها كلها على النص ديال المستطيل شويه بشويه، وهي مع البروده غادي تقساح. اذا استعملتوا غير الزبده الحيوانيه ما تذوبوهاش، يعني استعملوها رطبه بما انها هي ما كتقساحش بحال المارغرين. المارغرين كتشد بسرعه، فمن بعد ما كتشد ليا الزبده شويه كنطوي العجين على هذا الشكل اللي كتشوفوا. وهنا غادي نجيب اللي بقى ديال الزبده ديك 125 غرام اخرى مذوبه، وغادي نحاول ايضا نوزعها بشكل متساوي على هذا الشكل.
هنا صافي ملي كنسالي يعني الزبده كامله، نحاول ما نهزش داك الحليب ديال الزبده اللي كيبقى لتحت، كنطويها على 4 ديال المرات على هذا الشكل اللي كتشوفوا. انا كنضغط هكا واحد شويه باش تقاد لي العجينه، وكنسد الاطراف جيدا، كنقرص هكا بالاصابع باش يتسد العجين على الزبده وما تخرج ليهاش من بعد، ونخليها ترتاح طبعا هاد المره نص ساعه اخرى، او اذا توفر عندكم كتخليوها حتى ساعه. يعني شحال ما ريحنا العجينه ديالنا شحال ما جانا اسهل اننا نطلقوها. وهنا صافي كنبداو كنطلقوها باش غادي نشكلوا منها الكرواسون ديالنا. فهنا كنطلقها شويه كنقسمها على جوج باش كتسهل عليا الخدمه، كنرجع نطلقها دائما مع شويه ديال الدقيق اذا احتاجيت على هذا الشكل. صافي ملي كنحصل على مستطيل بحال هكا غادي نحاول انني نحيد دوك الاطراف ديال العجين اللي كيكونوا بحال هكا ما مقادينش، وكنبدا كنقطع المثلثات ديالي ديال الكروسون. فانا غادي نستعمل هكا مسطره باش غادي نقيس ونحصل على كروسون تيكون تقريبا في نفس الحجم. فانا غادي ندير 11 سنتيمتر هكا في العرض ديالو. هاد الملاحظه نسيت ما قلتهاش لكم مهمه، ما ترققوش العجينه اكثر من القياس باش هكا كيبان لكم التوريق من بعد فاش كيطيب لنا كرواسون. فهنا واحد السمك اللي يكون شويه غليظ يعني ماشي غليظ بزاف، وصافي كنبدا كنقطع المثلثات ديالي بهاد الطريقه هادي، مقطعه ديال البيتزا ولا موس اللي متوفر عندي. كندير هكا واحد الشق في الوسط ديال المثلث ونحاول انني نجبدو شويه ماشي بزاف باش هكا ما كتقطعش ليا العجينه من بعد فاش كتخمر. غادي نعمر بشويه ديال الشوكولاته الخاص بالدهن، ممكن ديروا ايضا الشوكولاته الخاص بالكرواسون وبتيبا، وصافي كنلوي الكرواسون ديالي بهذه الطريقه هذه. وداك الراس ديال المثلث كيكون دائما الاسفل باش ما كتحلناش الكرواسون فاش كيطيب وفاش كيخمر. مستمرة بنفس الطريقة مع القطعة الأخرى أو المستطيل الآخر ديال العجين حتى غادي نسالي ونعمر اللاطة ديالي. صافي هنا من بعد ما عمرت اللاطة كما كتشوفوا تكون مفرشة بالورق ديال الطهي، ولا ندهنوها جيدا بالزيت النباتية، ونخليو دائما مساحة ما بيناتهم باش ما يلتصقوش ببعضياتهم فاش غادي يخمروا وايضا فاش غادي يدخلوا يطيبوا. حضرت ايضا واحد 4 ديال الحبات ديال الشناك كما كتشوفوا من دوك البقايا ديال العجين اللي ما كيكونوش مقادين في الجناب فاش كنقطع المثلثات ديال الكرواسون، فكنجمعوهم فوق من بعضياتهم ما كنعجنوهمش نهائيا، وكنرجع نطلقهم. وبهذا الشكل هذا يعني كنحصل على واحد المثلث او عفوا واحد المستطيل صغير ديال العجين دهنته بالمربى وبالكونفيتور ديال المشماش، وايضا رشيت الزبيب ولويته قطعته هكا على شكل ديال الشناك. يعني هاد العجينه ايضا ممكن تستغلوها في الشناك اذا بغيتو. صافي هنا غادي نخليهم يخمروا جيدا، وخص يضاعف الحجم ديالهم باش يجيو خفاف، تقريبا كياخذوا واحد جوج ديال السوايع هكا باش يخمروا. المهم خليهم على خاطرهم، وممكن ايضا نسخن الفران ديالنا شويه نطفيو عليه وندخلوهم باش يخمروا في الحراره ديالو مع البرد، دابا ما كيخمروش بسرعه. من بعد كناخذ يعني البيض اللي خلطت معه شويه ديال القهوه سريع الذوبان، نحاول انني ندهنهم جيدا، وصافي كندخلهم الفران اللي نكون شعلت له من قبل يسخن واحد 5 ديال الدقائق، ونخليهم يطيبوا حتى يتحمروا مزيان. بالنسبه للفرن ديال الكهرباء كيف العاده 180 درجه، والفرن ديال الغاز كل سيده كتعرف الفران ديالها كتكون واحد النار اللي تكون متوسطه باش يطيبوا مزيان على خاطرهم ويتحمروا. ملي كيخرجوا هما باقيين سخان ناخذ هنا خليط ما بين الناباج والماء اللي ذوبتهم على النار وكندهنهم جيدا. طبعا اذا ما توفرش الناباج استعملوا المربى او الكونفيتور ديال المشمش. صافي ملي كنسالي وكندهنهم مزيان غادي نرش عليهم شويه ديال رقائق اللوز محمرين وكيكونوا جاهزين للتقديم، نخليهم تيبردوا تماما وبالصحه والراحه. اذا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الكرواسون ديالنا، كيجيو غزالين بزاف كما كتشوفوا في المنظر، محمرين ورائعين خفاف وهشاش ومورقين ايضا، وطريقتهم جد سهله كيف ما لاحظتوا. يعني كيبقى لنا غير داك الوقت ديال الاختمار مع البروده اللي كيشدنا شويه ديال الوقت. صافي
فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، شاركوا في القناه، وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.